معنا من بروكسل مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث رمضان أبو جزر. أهلا بك أستاذ رمضان. أريد منك يعني قراءة أولية لهذه الملفات أو العناوين الكبرى لهذه القمة، وهل تجد أوروبا نفسها مضطرة لإنجاحها بكل المقاييس أمام الأزمات المتفاقمة والمتشابكة في إفريقيا؟ مساء الخير روبير لك والمشاهدين. بالفعل أوروبا هي التي تدفع بكل ثقلها لإنجاح هذه القمة. هذه القمة الأوروبية في ظروف صعبة، تريد أوروبا أن تبحث عن شركاء حقيقيين تستبدل بهم خروج بريطانيا جراء بريكزيت، أيضا ما حدث وما استنزف من الطرفين جراء فترة كورونا، والوضع الحالي التي تعاني منه أوروبا بعدم تراجع منسوب الثقة بالشريك الأزلي الولايات المتحدة الأمريكية، والخوف من الخاصرة الشرقية وروسيا وأوكرانيا وهذه الأزمات، فيجد القادة الأوروبيين ضلتهم في القارة الغنية بالثروات التي تحتاجها أوروبا. أيضا أوروبا اليوم تعرض على أفريقيا استعادة الثقة بين الطرفين من خلال عرض مبالغ ومنح ضخمة للاستثمارات في أوروبا دون الشروط السابقة، حيث كانت تسعى وتنتظر أفريقيا احتراما أوروبيا، واليوم ولكن دكتور رمضان اللافت أنه بين الأزمات الأمنية والخطورة لكل هذه الجيوب في القارة الأفريقية، كيف يمكن اليوم الاستثمار في تمويل النمو تحديدا في هذه الدول ودعم النظم الصحية؟ والعالم بأسره يعلم جيدا بأن أكثر من 30 دولة لم تصل فيها اللقاحات حتى الآن إلى 15% في أفريقيا. لا تملك أوروبا خيارات أفضل من الاستثمار والبحث عن استعادة الثقة الأفريقية في المستثمر الأوروبي. الشراكة الأوروبية الأفريقية هي الأكثر أمانا، حيث أن سبقت أوروبا في السنوات الماضية دول مثل الصين، مثل تركيا، روسيا، صحيح، حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت أن تتوغل اقتصاديا. الصين أسلوبها يختلف عن روسيا، وهناك تراجع في النفوذ الأوروبي في مختلف القطاعات في أفريقيا، وأن استطاعت فرنسا البقاء في دول الساحل والصحراء بشكل أفضل من باقي المنظومة الأوروبية، إلا أن أوروبا اليوم بحاجة للعودة إلى أفريقيا واستعادة الثقة الأفريقية. ما لاحظناه ربما نحن نفقد الصوت مع ضيفنا في بروكسل. سأعود إليك في سؤال أخير دكتور أبو جزر. الارتباط اليوم الوثيق بين جنوب الصحراء وهذه الدول وحيث الاستثمارات أيضا الضخمة الأوروبية، سألتك منذ قليل عن الهواجس الأمنية، تبعنا الموقف الفرنسي أيضا بالأمس وموقف الرئيس إيمانويل ماكرون، كيف يمكن تجاوز هذه المخاطر للذهاب إلى تنفيذ محكم للخطة والتي محددة بمدة زمنية 20-30، يعني نحو 8 أعوام؟ الخطة الحالية الأوروبية التي لا تملك أوروبا خيار معالجتها هي التنمية مقابل الاستقرار، أي ثبت للأوروبيين أن إرسال قوات والعمل عسكريا داخل أفريقيا لا يأتي بالنتائج التي يمكن أن تأتي بها الاستثمارات الأوروبية ووضع واحترام أفريقيا على أساس الشراكة. الرئيس الفرنسي ماكرون يحاول من خلال رئاسة فرنسا للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أن يعطي التجربة الفرنسية مع أفريقيا بعدا أوروبيا، وقد ينجح في ذلك. القادة الأوروبيين الذين توافدوا إلى بروكسل لديهم استعداد هذه المرة، حيث وجدوا احتراما كبيرا وقليلا من فرض الشروط بما يتعلق بحقوق الإنسان وبعض المشاريع التنموية والرقابة الأوروبية. الرئاسة المصرية تم استقبالها بشكل مميز جدا، حيث تعطي بعدا أن أوروبا بدأت تحترم أفريقيا من بوابتها شمال أفريقيا وبقيادة مصر، شكلا أكثر يعني أعطى أجواء إيجابية لهذه القمة. كانت أفريقيا تنتظر من أوروبا دائما احتراما لأفريقيا كشريك وليس بإعطاء تعليمات وتوصيات لأفريقيا، وهذا ما وجدته هذه من خلال هذه القمة في دورتها السادسة. أوروبا بحاجة شديدة جدا إلى أفريقيا، وأفريقيا أيضا بحاجة إلى أوروبا، نظرا لأن التنمية يجب أن تكون متبادلة، ولكن العلاقة كانت تبحث عنها أفريقيا، علاقة الاحترام المتبادل سوف تجدوها في هذه القمة. وهذا ما لاحظناه من التعامل الأوروبي مع القادة الأفارقة. مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث دكتور رمضان أبو جزر كنت معنا مباشرة من بروكسل، شكرا جزيلا لك.